بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نحن على قنوات التليجرام، طبعا هذه مجموعة جاك ماجازين تيم، وهنا قناة اسمها توازن، قناة في التليجرام توازن. من ينضم معنا في هذه القناة سيشاهد جميع ورش العمل وبالمجان، ولكن لن ينضم في المناقشة، يعني لن يشارك في نفس، يعني هو يشاهد ما قد تم في نفس ورشة العمل، لن يكون موجود. طبعا نحن عندنا ورش العمل هتكون يوم الجمعة باللغة العربية، ويوم الأحد باللغة الإنجليزية، فمن يرغب أو من سيشاهد ورشة العمل التي هي باللغة الإنجليزية سوف يطلب الانضمام ليوم الأحد. طبعا من يطلب الانضمام هو كأنه بده يتقدم في البرنامج اللي هو يستمر 5 أسابيع، فممكن التقديم نحن كل أسبوع قبل يوم الجمعة، يعني يتم الرد عليه يوم الجمعة. مثلا أحد تقدم يوم الأحد سوف نرد عليه يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة نحن نستقبل التقديم. طبعا المتقدمين هم بيتقدموا في برنامج تدرب أو تدرج وظيفي لكي يشتغل يوم في ورش العمل، إما يوم الجمعة أو يوم الأحد، ومدة 5 أسابيع، ومدة 4 ساعات، فهو تدريب مدة 20 ساعة. طبعا هناك مبلغ يطلب منه للتسجيل، والالتحاق، لأنه 5 أسبوع يعتبر هو اجتاز جميع المتطلبات وشارك، يعني يتم إعطاءه فرصة للاستمرار. على سبيل المثال انضم معنا عدد 2 في يوم الجمعة، طبعا القادمة او يعني ثاني جمعة، رابع جمعة، او خامس جمعة، ثاني احد. هنا أول جمعة الآن في سبتمبر أنا بتكلم، فهذا يعني ما في انضمام في أول جمعة، في ثاني جمعة في انضمام، ثم في رابع، ثم في خامس، ثم هكذا لو كان في جمعة خامسة، ثم في ثامن، يعني سنرصد
الجمعة أول جمعة هي اليوم، حيث أن البث الآن يوم الجمعة، ثم الجمعة الأخرى الثانية العدد استمر بغض النظر عن الشهر. يعني أول جمعة في سبتمبر هي أول جمعة، ثاني جمعة هي ثاني جمعة، رابع جمعة هي رابع جمعة، هكذا. طبعا الالتحاق يوم الجمعة أو يوم الأحد، برضو الأحد أول أحد حيكون بعد الجمعة، لأن الجمعة والأحد في سبتمبر، الجمعة أول بعدين الأحد. وهنا قلنا للفريق، طبعا اللي ينضم في الفريق بحيث انه يستطيع المناقشة، اما يكتب او يرسل يتحدث، يعني يستطيع التحدث من التليجرام. طبعا حيكون معانا برضك جوجل ميت، برنامج اللي هو سهل نديله اللينك فيطلع في الفيديو، يعني نرسل في الميتنج اللينك فيطلع عند كل واحد تقابل معه عن بعد. يعني طبعا خامس جمعة لازم يكون معانا، يعني يزورنا، يكون معانا في المكتب. طبعا عندنا جدة، فيكون مع أحمد سراج في جدة، يلتقوا مع بعض يعني. فعندنا عن بعد في جدة، فيكون موجود مع أحمد سراج إذا التحق واحد من جدة. شخص، طبعا عندنا ناس مستهدفين، مثلا الممرضات مستهدفين اللي على رأس العمل، لأن البرنامج لخدمة مثلا اللي في الصيدليات كذلك، واحدة تعمل في الصيدلية، واحدة تعمل في التمريض، في مثلا واحدة تعمل في الأندية العيادات، فسيبدأ الدعم للبنات عساس تزود دخلها. فهنا ذكرنا الانطلاقة لمشروع توازن واجتماع لجنة قيادة توازن، هذه سموها steering meeting or steering committee meeting، كوميتي لجنة، لجنة steering قيادة، يعني قيادة المشروع لمدة الخمسة أو الورشة العمل لمدة خمسة أسابيع. طبعا معانا دائما يكونوا في خمسة، إذا أضاف مشروع حيكون في كل مشروع في اثنين، اللي هو مالك العيادة الطبيب أو اللي أوبريت العيادة مثلا الممرضة، والمالك الطبيب. بالنسبة لمشاريع مثل الأندية والمقاهي، فالمقهى مثلا مالك المقهى ومشغل المقهى، يعني الكافي شوب. وعندنا العيادات الخاصة وصالات المناسبات والشقق المفروشة، المالك ومن يمثل الأوبريشن
اللي هو كذلك متعاقد، يعني الشخص اللي دخل مع المالك في عقد إيجار 5 سنوات وكذا، بعدين هو شغل. وأيضا المساجد، مالك المسجد والشخص اللي مسؤول عن الميزانية. طبعا هنا المساجد اللي أصحابها بيسددوا الكهرباء مش الحكومة، يعني هم مباشرة يدفعوا الفواتير الكهرباء وفاتورة الإمام أو كذا، يعني مش مهم الإمام إذا بيجي من الأوقاف أو كذا، لكن المهم فاتورة الكهرباء. يعني المسجد اللي ما يدفع فاتورة الكهرباء ما يدخل معانا. ودور الرعاية طبعا ما هي تابعة للجميع، يعني تكون خاصة، ما هي تابعة لجمعية خيرية مسجلة في الحكومة. وأيضا الأطفال الاجتماعية والمسنين والأربطة، رباط التعليم المبكر. طبعا قد يكون هذا المفهوم مش موجود، لكن في أحد عمل هذا المشروع قد يكون هو عامل رباط على أساس بيسدد الكهرباء بأي طريقة يعني، والأسعار يعني يعتبر مشروع خيري لكن خاص مش مسجل في الحكومة، يعني بزنس زي في، أنا أعرف مشاريع أخذين تصاريح أصحابها للأطفال، لبعض التعليم المبكر اللي عندهم مثلا توحد، اللي عندهم كذا، ورباط المسنين. طبعا أنا ما أعرف إنه في أحد مسوي رباط للمسنين. طبعا هنا يعني قد يكون المشروع هذا موجود أو مشروع يتحول، يعني ممكن يكون شقق مفروشة ويحولها صاحبها رباط للمسنين، ما في مشكلة. يعني شقق مفروشة بده يقفل صاحبها تتحول رباط للمسنين، ويصير عندهم في السطح مثلا زي مكان التقاء فسحة يعني ورعاية. فهذه من الأشياء اللي تعتبر من المشاريع المستهدفة هنا. طبعا الآن نستعرض الفيديو على السريع. أو تقدروا أنتم تشوفوا الفيديو. نستعرض الفيديو. طبعا هنا التريد هي المشروع المستهدف، روم يعني مشروع، يعني مثلا كان رباط، كان مدرسة خاصة للأطفال أو المسنين أو رباط، أو كان عيادة، عيادات،
طبعا هذا الفيديو ممكن اطلع عليه في اليوتيوب او في التليجرام. طبعا هنا في السؤالين المشهورة اللي هي للتوقيعين او الاثنين اللي حيشاركوا في المشروع اللي قلنا المالك او طبعا هم فريق مالك اللي هو العيادة الطبيب والممرضة. يعني الطبيب مالك العيادة والممرضة معه. فإذا المشروع يعني يتكلم عن الطبيب الممرضة لأنه هو المشروع يفيده، لأنه ممكن ندي مثال العيادة بتفتح 3 ساعات في اليوم، فممكن الممرضة تفتحها 12 ساعة. يعني في واحد عنده عيادة، فهذه أول تحديث حتى يزيد الدخل. طبعا بعد ما يتم تغيير العيادة انت تكون فيها فريش اير، فنحتاج مستثمر، فممكن كلفت 54,000 دولار او 16,000 دولار. يعني ممكن من 16,000 دولار ل 54,000 دولار المشروع. ممكن عمل للعيادة مخزن للأدوية، ثلاجة في العيادة، وممكن يعني زي الصيدلية على أساس تشتغل 24 ساعة ما تطفي الكهرباء، وممكن كمان إنها تشتغل 24 ساعة ككول سنتر. يعني الممرضة كمان تشرف على الكول سنتر، يعني هي تداوم 12 ساعة وتنام في مكان مجاور وتداوم كمان مثلا يوم في الأسبوع، يومين في الأسبوع أو كذا، وتفضل إيش يعني تنظم. يعني في منطقة مجاورة غرفة وقت الدوام تستطيع انها تستعملها، ممكن تداوم اسبوع وتاخذ اجازة 3 ايام وفي احد تاني يجي. يعني الممرضة تدير العيادة، تناوب معاه ويكون 24 ساعة العمل. يعني اثنين يناوبوا 24 ساعة. طبعا المكان النوم وكذا ممكن يكون برا العيادة، غرفة تانية اللي هو سكن، فالغرفة ممكن تكون في السطح غرف النوم وكذا، يعني تبنى غرفة في السطح تابعة للمشروع. حتى لو كانت هي العيادة شقة، المهم أنا لا أريد أن أطيل. هذا تعريف بالالتحاق بورشة العمل لمدة 5 أسابيع، ونلقاكم مرة أخرى. شكراً.